صوت انفجار، احنا فين؟ صح نام يا استاذ ناشي، احنا بطريقنا لبغداد. بغداد؟ بغداد ايه؟ واحنا مش رايحين مصر؟ رايحين مصر بس عن طريق بغداد. ايه اللي ودينا بغداد؟ يا استاذ ناشي يعني بعد اللي صار بالسفاره وبعد اللي صار بالفندق مستحيل نطلع من مطار دمشق، لازم نطلع عن طريق بغداد. واحنا ايه اللي يودينا العراق؟ هو احنا هربانين من حاجه ولا عاملين جريمه؟ ما كنا فضلنا في سوريا يا ناجي. ابدا يا مدام ابدا. بس لحتى يعني خلصكم السين والجيم والاستجوابات، حتى ما تطلعوا الامن الصبح وترجعوا المساء، هيك منريح راسنا نطلع عن طريق بغداد. بقول لك يا كبير. ايه؟ هو في العراق دول برضه واقعين مع دول؟ لا، في العراق كله واقع مع بعضه. يعني اي واحد في العراق واقع مع نفسه حتى. كل دول رايحين على سوريا؟ سوريا يا استاذ ناجي صار فيها اكثر من 2 مليون عراقي. والله كتر خيركم ابو القاسم. واجبنا يا استاذ ناجي. اذا بهيك ظروف ما بينت العروبه امتى رح تبين؟ بتعرف؟ بال 2006 دخل على سوريا اكثر من مليون لبناني وبدون توجه سياسي. ما فيش بيت من بيوت سوريا الا كان مفتوح للاخوه اللبنانيين. والعراق لسه في مصريين؟ مصريين كثير. عندهم عقارات وعندهم بيوت ومصاري وفلوس وعلاقات اجتماعية. في حي هون اسم مربع أستاذ ببغداد، هذا ساكن فيه أكثر من 50,000 مصري، يعني عاملين حارة مصرية بكل تفاصيلها، والعراقي بيدخل لهنيك كأنه أبداً واحد سائح. بس للأسف بعد 2003 صار كل واحد عربي متهم، إن كان مصري ولا سوري ولا لبناني ولا غيره. ليه؟ أبداً ليه؟ يمكن لأنهم حازوا لنظام صدام، وقفوا ضد الغزو الأمريكي للعراق. وللأسف كانت تهمة جاهزة، تهمة طائفية. انقتل كتير وانسجن كتير وصار كل عربي في العراق متهم. بس أنا شايف الطريق هاي دلوقتي. يعني كان قبل فترة في قتل وفي نحب وفي سلب، بس لما شكل أبو ريشي مجلس صحوة الأنبار يعني اختلف الوضع. طبعاً دعموه الأمريكان وسلح العشائر. مثل ما لك شايف صار الجو أمان شوية. هو اسمه إيه؟ أبو ريشة. أبو ريشة. الشيخ أبو ريشة. الشيخ أبو ريشة. أبو ريشة ده لسه موجود؟ لا، قتلوه الشباب لأنه صار جزء من المشروع الأمريكي بالعراق. الله يرحمك أبو ريشة، عشان خلى الطريق هادي يعني. أبو ريشة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جوازات؟ تفضل. كأنه حضرتك جديد هون؟ لا مو جديد، ليش تسأل؟ لا أبدا، بس لأنه أنا رايح جاي على الطريق. سيادة النقيب عدنان فينه؟ النقيب عدنان مجاز، وين رايحين بالعراق؟ نحن رايحين على العظمية. شنو سبب الزيارة؟ الأستاذ ناجي عطلة رجل أعمال مصري وجاي لهون على العراق لحتى يستثمر مجموعة مشاريع. من ذول وياه؟ هي مجموعة الموظفين والكادر تبعه. أهلا سيادة النقيب، الله يخليك، إن شاء الله إجازة سعيدة. إيه والله على الحدود نحن إجينا ولا إناك. طيب تفضل النقيب عدنان. أهلا سيدي النقيب عدنان، تفضل. صار حسب أمرك، تؤمرني. صار تفضل. شكرا. مع السلامة، تفضلوا. خذي خليهم معك في الشنطة.
شغلانه الحدود دي. لازم يكون ليك وسط عشان تعدي. معك حق يا استاذ هجي، للاسف كل حدود الوطن العربي زي ما بتعرف حدا بتتبهدل. ده بيفكرني بالفيلم بتاع اسماعيل ياسين اللي بيقول فيه فتشنا اخويا فتش. حلو. الله يرحمه، ممثل عبقري اسماعيل ياسين، انا بموت فيه له ممثل. اهو اسماعيل ياسين ده الحاجه الوحيده اللي اتفقوا عليه العرب، ده حتى اليهود بيحبوه. لا اسمح لي بهالنقطه يا استاذ ناجي، الصهاين ما بيحبوا حدا. اه على رايك. انت هتقول لي هي وصلنا رطبة. ايه؟ الرطبة يا استاذ هي أول بلد بالعراق بعد الحدود السورية، تبعد حوالي 60 كيلومتر. بالمناسبة شباب في استراحة كتير لطيفة، إذا حابين هيك تقعدوا تريحوا شوي تغسلوا وتاكلوا حاجة يعني، إيه رأيكم؟ بالمناسبة يا كبير، أنا بمناسبة الرطبة دي في دورة ماية عشان الواحد مزنوق شوية. وأنت على طول كده مزنوق يا عبد الجليل؟ والله انت ابن حلال، انا كمان مزنوق، ممكن نركن خمسه هنا بالاسف. على راسي، تكرم عيونك.